تفضل شيخ. بالنسبة لأسماء الاسم الأعظم لله عز وجل هناك إيه؟ عدة أحاديث بالنسبة الاسم الأعظم لله عز وجل هناك عدة أحاديث هل ممكن ذكر الحديث الصحيحة في هذا المجال؟ لا يمكن الآن لكن يقينا اسم الله العظم هو الله اسم الذات لأنه قد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن رجلا سمع رجلا يدعو في آخر صلاته وهو يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال عليه الصلاة والسلام هناك حديثان بهذا المعنى في أحدهما يقول أدعو فقد استجيب لك أدعو فقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به استجاب وفي حديث آخر يقول لقد دعا هذا الله باسمه الأعظم فالأحاديث كلها التي جاءت في هذا الخصوص تلتقي مع لفظة الجلالة غيره